بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back all of you my boys and my girls. اهلا وسهلا بكم. النهاردة ان شاء الله هنكمل باقي الشرح على unit 1 جزء الجرامر. جزء الجرامر in و on و at. اتمنى بفضل الله ان شاء الله بإذن الله كلنا نفهم الدرس ده كويس جدا. نيجي في البداية عندي هنا in on at دي حروف جر تمام؟ اسمها prepositions. اسمها prepositions. حروف الجر دي أصلا يا جماعة before the place and before the time. يعني إيه before the place؟ بتيجي قبل المكان وبتيجي قبل الزمان. هنيجي دلوقتي الجزء اللي على الشمال هنمسك أول حاجة في حروف الجر اللي هي in. اللي هي in. عندي in هنا. هنا for the place يعني للمكان. هنا in for the time يعني هنا للزمان. هنيجي هنا بالنسبة للplace بقسم in وبحفظها كويس قوي. دايما in بتيجي before the big place. before the big place يعني before the big place قبل المكان الكبير. قبل المكان الكبير ازاي؟ قلت in Cairo. Cairo دي القاهرة مكان كبير بقول in. in London يبقى كل المدن عامة كلها كبيرة بقول ايه؟ in. in Europe. يوروب اللي هي اوروبا قارة اوروبا. ايه ده القارة طبعا اكيد مكان كبير بجيب ان. طيب في حاجة تانية ان نخلي بالنا منها. لو مكان صغير يعني انا دلوقتي واقف جوه اوضة اقول ان ولا ان ولا ات؟ طالما هنا دلوقتي انت بداخل هيبقى ان. هيبقى ان. في الحالة دي ان بيبقى معناها انسايد. يعني ايه انسايد؟ يعني بداخل. يعني in the bedroom. عندي bedroom اللي هي الأوضة بتاعتي أوضة النوم بقول in. ليه؟ I am in the bedroom. أنا داخل الأوضة أنا جوه الأوضة معناها I am inside the bedroom. in the class I am in the class. أنا جوه الفصل بقول I am in يعني أنا بداخل. in a building. in a building أنا داخل المبنى أنا جوه المبنى بقول I am in. بقول I am ايه؟ in. ازاي ده؟ هو انت حضرتك مش قلت لنا ان in before the big place in بتيجي دايما قبل المكان الكبير؟ قبل المكان الكبير دايما بجيب in. طب ال small place بجيب قبليه ايه؟ at. بجيب قبليه ايه؟ at. طب ما bedroom عندي هنا small place. قال في الحالة دي bedroom ده مكان صغير وانت جواه. لطالما in هنا بتبقى بمعنى inside يعني بداخل. يعني بداخل انا جوه مكان بقول inside اللي هي بتساوي in. بتساوي in. طيب بص يا جماعة عندي box. البوكس ده مكان صغير جدا صح ولا لا؟ اقول لك the bird is in the box. in يعني ايه in the box؟ يعني جوه الصندوق. in my wallet اقول لك my money is in my wallet. in هنا بمعنى inside تمام كده. in بتيجي الحاجة التالتة اللي هي before the transports. حد يقول لي يعني ايه transports؟ خدناها المرة اللي فاتت. transports يعني المواصلات. ايه ده قبل المواصلات انا دايما بجيب باي. بقول باي باص باي كار باي تاكسي باي مترو. بس في الحالة دي شرط اساسي يبقى في فاصل ما بين وسيلة المواصلات وما بين حرف الجر. احط اداة نكرة او اداة معرفة زي ايه؟ a helicopter. هليكوبتر دي يا جماعة لو قلت هليكوبتر بس بقول باي هليكوبتر. the president arrived باي هليكوبتر يعني الرئيس وصل بالهليكوبتر تمام. طب عندي عايز اقول هليكوبتر عملت فاصل ده دلوقتي يبقى لازم اجيب ان. لازم اجيب ايه؟ ان. دي حاجه. عندي مثلا ان a taxi اقول لك I went to the class او I went to the school in a taxi. طب ليه ما اقولش on؟ ليه ما اقولش on؟ قال لي وسيلة المواصلات دلوقتي اللي انا مختارها تاكسي او هليكوبتر او كار. we cannot move ما بقدرش اتحرك جواها. ما بقدرش اتحرك جواها تمام. طالما ما بقدرش اتحرك جواها وفي فاصل عندي وفي جبت اداة نكرة او اداة معرفة جبت هليكوبتر او ذا هليكوبتر وثابت ما بتعرفش تتحرك جواها بجيب ان. بجيب ايه؟ ان. عندي مثلا تاكسي ما ينفعش اقول باي اقول ايه؟
ان. لو شلت لو شلت الا وقلت تاكسي بس، في الحالة دي بجيب ايه؟ باي. ملاحظين ان هنا داخلة في ايه؟ في وسيلة المواصلات. بص يا جماعة، لو قلت ذا تاكسي، ذا تاكسي، برضو في فاصل ما بين وسيلة المواصلات وحرف الجر، برضو هجيب ان. ليه هجيب ان؟ لان المكان ده ثابت ما بتعرفش تتحرك جواه، يبقى بجيب ان. A place that you sit inside you cannot move، ما بتقدرش تتحرك. عندي a car، a car، العربية انت جواها ما بتقدرش تتمشى ولا تروح ولا تيجي، خلاص. وجبت عندي a، يبقى في الحالة دي مش هجيب باي، هجيب ايه؟ ان. هجيب ايه؟ ان. طب فرضا يا مستر احنا جالنا مثلا حاجة في الامتحان دلوقتي، قال لي بس، قال لي بس. لو بس، بس لو بس without any articles، بدون اي اداة، في الحالة دي بجيب ايه؟ باي بس، باي بس. طب لو قال لي ا بس او ذا بس، في الحالة دي في فاصل عندي اللي هي اداة المعرفة اللي هي ذا و ايه، ما اقدرش احط باي، ما اقدرش احط ايه؟ باي. في الحالة دي ابص عندي اختار ان يا مستر؟ لا ما ينفعش، غلط. ليه؟ ما انت قلت لنا هنا ا كار بجيب ان، ا تاكسي او ذا تاكسي بجيب ان، ا هليكوبتر بجيب ان. قال لي هنا وسيلة المواصلات you cannot move inside، ما بتقدرش تتحرك جواها، عشان كده بجيب ان. لكن الباص بتقدر تمشي، you can walk inside، بقدر امشي. وجبت فاصل اللي هي ا او ذا، في الحاله دي بجيب ايه؟ اون. بجيب ايه؟ اون. زيها زي ترين او مترو. لو ترين عندي قال لي ذا ترين، ذا ترين، ينفع اجيب باي؟ لا. ليه؟ عشان في فاصل ذا، تمام. لكن اجيب هنا ايه؟ اجيب on the train، يعني on the train جوه القطر، تمام. ليه بقى on؟ قال لي عشان that is a means of transport you can walk inside، وسيلة مواصلات بتقدر تتحرك جواها. وفي فاصل ما بين preposition وما بين اداة الايه؟ وسيلة المواصلات، the او a، بجيب هنا ايه؟ on. نرجع تاني لان، نرجع تاني لان. عرفت دلوقتي وسيلة المواصلات ما تقدرش تتحرك جواها، ويبقى عندك ا او ذا، في الحالة دي بجيب ايه؟ ان. بجيب ايه؟ ان. في حاجة تانية بالنسبة للبليس، ان ذا ساوث، يعني ان ذا ساوث في الجنوب، ان ذا نورث في الشمال، ان ذا ويست في الغرب، ان ذا ايست في الايه؟ في الشرق. كل الحاجات دي يا جماعة بجيب قبلها ان، ده بالنسبة للبليس، ده البريبوزيشن اللي هو ان. لازم الحاجات دي تتحفظ كويس قوي، لان بيجيبها لك على طول فين؟ في الاندرلاين او في التشوز في ايه؟ في سؤال الامتحان. نيجي دلوقتي بالنسبة للتايم، ان بالنسبة للتايم. احنا عرفنا بالنسبة للبليس قبل البيج بليس، تمام؟ يعني البيج بليس قبل المكان الكبير. بالنسبة للتايم يعني الوقت او الزمان قبل الزمان الكبير. ازاي؟ قال لي century. حد عارف يعني ايه century؟ century يعني قرن. القرن ده بيبقى بكام سنة يا جماعة؟ 100 years. 100 years. ايه ده 100 years؟ 100 سنة؟ اكيد ده وقت كبير جدا جدا، عشان كده بجيب ان. بصوا، in the 19th century، in the 19th century، في القرن التسعتاشر. القرن ده يا جماعة 100 سنة، بجيب قبلها in. بصوا في حاجة تانية أكبر من القرن، in the ice age. حد عارف يعني ايه the ice age؟ العصر الجليدي. ايه ده؟ العصر ده كبير أكتر من القرن بقى كذا قرن، برضو big time، وقت كبير جدا، بجيب قبلها in. طيب يصغر بقى السنتري، يصغر الايج العصر، وبعد كده السنتري. عندي بقى السنه، السنه طبعا يا جماعه 12، احنا في سنه كام؟ 2023 او 2022. بقراها ازاي السنه؟ خلي بالك السنه عندي بتتقري كده، عادي عندي 2022. اي سنه، اي سنه بتتقري ازاي؟ the first two numbers then the second two numbers. بقرا اول رقمين الاول وبعد كده تاني ايه؟ رقمين، عشان نبقى عارفين. هقرا 2022، ما ينفعش اقول in 2022، ما ينفعش اقول ايه؟ in 20، ادي اول رقمين وبعد كده 22، معايا؟ in 20 22
22 ده اسم السنة. طب عندي مثلا 2012 هتتقري ازاي؟ in 20 او الرقمين وبعد كده التاني رقمين 12 in 20 12. اخر حاجة عندي هنا بالنسبة لليرز، لو جيت اقرا السنة دي 1990 او الرقمين 19 وبعد كده 90 تمام. لو انا حطيت الاس دي يا ولاد هيبقى تتقري ازاي؟ in the 90s in the 90s او 1990s. يعني ايه 90s؟ يعني التسعينات، معناها التسعينات تمام. يبقى احنا عرفنا لما بنطق السنة بنطق اول رقمين الاول وبعد كده تاني ايه رقمين. يعني هنا 2012 اللي هي 2000 وكام و12، ما ينفعش اقول 2012 غلط. نيجي هنا 1990 تمام، وقدامها الاس دي بتتطقي ازاي؟ 90s يعني التسعينات. يعني التسعينات يعني من سنة 1990 لحد 1999 بيبقى عندك 10 سنين، دي كلها بجيب قبلها ان، بجيب قبلها ان. يبقى انا عرفت دلوقتي ان قبل البيك تايم، قبل المكان الكبير، قبل السنشري القرن، قبل العصر ايج، لما يقول لك ايس ايج العصر الجليدي، لما يقول السنة اي سنة بجيب قبلها ان كده تمام. انزل على اللي بعده قال السيزونز. حد عارف يعني ايه السيزونز؟ سيزونز يعني فصول السنة، وينتر سمر اوتم سبرينج. معايا؟ ايه ده؟ دي فصول السنة. سمر اللي هو الصيف، اوتم اللي هي الشتاء، خلي بالك الان سايلنت هنا، وينتر اللي هو الشتاء، سبرينج الربيع. دي فصول معايا، وقت كبير برضو بجيب قبلها ان، بجيب قبلها ان. انزل بقى على الخطوة اللي بعدها قبل المانس. يعني ايه مانس يا مستر؟ يعني شهور السنة، جانواري فبراير مارش ابريل ماي جون جولاي، كل دي شهور السنة. جانواري اللي هي يناير، فبراير مارس ابريل، خلي بالكم شهور السنة دايما بجيب قبلها ان، ان جون ان جولاي ان اوغست. معايا؟ قبل اسماء الشهور دايما بجيب ان. طيب انزل حاجة تانية قال لي ان ذا باست، ده عصر كبير جدا جدا جدا. يعني ايه ان ذا باست؟ يعني في الماضي. ان ذا بريزنت معناها في الحاضر. ان ذا فيوتشر يعني في المستقبل. ايه ده؟ انا جزأت لك الوقت بتاعنا، الوقتنا اصلا ذا بريزنت، قبل كده بيبقى باست، بعد كده بيبقى فيوتشر الحاضر الماضي المستقبل. دي تقسيمة الوقت اللي ربنا خلقها تمام. لما اقول الماضي كله بقول in the past، in the past. طب في الحاضر، في وقتنا الحاضر in the present، in the present. في المستقبل in the future. انا دلوقتي اتكلمت على ان تمام. في حاجة ونخلي بالنا منها، وده سؤال امتحانات، لو شال لي ذا بقت كلمة present بس في الوقت ده مش هينفع احط ان. امال احط ايه يا جماعة؟ احط at present، at present تمام. هكمل جزء ان، اخر جزء عندي يا جماعة اللي هو قبل اجزاء اليوم، in the parts of the day. اجزاء اليوم ازاي؟ اجزاء اليوم the morning الصباح، the afternoon المساء، the evening، the afternoon هو بعد الظهر، the evening اللي هو المساء. كل ده بجيب قبلها in، in the morning، in the afternoon، in the evening كده تمام. كده كده خلصت من كل حاجة بتسبقها ان. اي حاجة، اي كأي، اي وسيلة مواصلات، اي مكان، اي place، اي time بتسبقه ان، وعرفت كل حاجة عن ان. هاخد الاجي دلوقتي يا جماعة بالنسبة لان، خلي بالكم بقول ان، ده طبعا جزء للplace والجزء الى للtime. هبدأ عندي دلوقتي ان قبل الاختراعات، inventions اللي هي الاختراعات. يعني ايه؟ اقول لك on TV I saw that video on TV، او I saw that film on TV، شفت المسلسل او الفيلم ده فين؟ في
في التلفزيون، ما ينفعش اقول ان، هنا لازم اقول اون، عشان التي في ده جهاز اصلا انفنشن، ده اختراع. اون ذا نت معايا؟ I saw you on the net. I heard that song. سمعت الاغنيه دي. On the radio. الراديو. The net. TV. كل دي inventions. يبقى بحط قبلها on. بحط قبلها on. تمام؟ تعالوا هنا بقى على بالنسبه للبليس او الاتجاهات، الامكان بقى على الترابيزه، على اللي هي on. On the table. On the table. في عندي بقى كلمة floor، ونركز كويس قوي. floor معناها الطابق. عايز اقول لك انا بعيش في الطابق الثاني. هقول ايه؟ I live in ولا on ولا at the second floor. الطابق الثاني معناها second floor. floor بمعنى الطابق. خلي بالنا ان floor دايما preceded by on، بيجي دايما قبلها حرف الجر ايه؟ on. on the floor. on the first floor. on the second floor. on the third floor. on the fifth floor. معايا؟ يبقى دايما قبل كلمة floor بجيب قبلها on. وفي هنا on اللي هي على اي حاجة، على الترابيزة، على المكتب، على اي حاجة. on the desk. on the table. معايا؟ on the chair بجيب قبلها on. طيب on the ceiling على السقف. on the menu. ايه ده؟ ده مش مكان، menu بجيب قبلها on. خلي بالنا بالنسبة لon. نيجي بقى على المواصلات. طبعا يا جماعة دايما وسائل المواصلات كتيرة قوي. اول وسيلة مواصلات اصلا your feet. your feet. اقولك I go to school on foot. on foot يعني on foot، على الاقدام. طيب في اي وسيلة مواصلات او اللي هي الحيوانات اللي هي بنحتاجها للركوب عشان خاطر نمشي بيها؟ on a horse يعني على الحصان. on an elephant خلاص، ده something you ride on، حاجة الانسان ايه بيمتطيها عشان يروح مكان. خلاص هتبقى on. on a horse. on an elephant. تمام. البايك برضو الانسان بيمتطيه، هتبقى on a bike. on a bike. تمام. الدونكي on a donkey. خلاص on a motorbike. اي حاجة الانسان بيمتطيها معايا بيه عشان توصله لمكان معين، يبقى لازم on. يبقى لازم ايه؟ on. طيب نيجي بقى لوسيلة المواصلات بقى، طبعا حديثنا الكبير plane ship وباص. plane وship وباص بجيب قبلهم boy. تمام. بس لو حطينا بقى فاصل a او the او اي فاصل زي my car او مثلا ايه our bus، اوكي ده فينا في فاصل، هنا بتختلف الاداء. لو اصلا وسيلة المواصلات بتسمح بالتجوال go and walk inside، انك انت تمشي رايح جاي فيها، يبقى ساعتها اختار يا ان يا ساعتها اختار ايه؟ on. لو ما بتسمحش بالمشي جواها هتبقى in، زي ما خدنا in a helicopter. our president arrived in a helicopter يعني الرئيس وصل فين؟ في بالهليكوبتر. طبعا الهليكوبتر مقعد اصلا for one person inside، لشخص واحد ما يسمحش بالحركة جواه. لو بيسمح بالحركة جواه زي عندي بقى دلوقتي a plane وفي فاصل عندي، طبعا احيانا تضطر انك انت تروح مثلا تروح الدبليو سي، تروح اي مكان وبترجع، اوكي؟ طالما عندك في فاصل ما بين وسيله المواصلات ووسيله المواصلات you could walk inside، تقدر تمشي جواها، بجيب on a plane. الشيب نفس النظام on a ship. الباص نفس النظام on a bus. الترين القطر نفس النظام، بقول on the train او on a train. كده تمام بالنسبة لـ on قبل وسيلة المواصلات. نيجي بقى على الاتجاهات. الاتجاهات the left the right the left. اقولك على اليمين او على الشمال. خلاص واحد بيسأل التاني مثلا how to go مثلا to the bank، ازاي يصل الى البنك؟ هيقول له go straight take the first turning on your right، يعني خد اول ملف على ايدك اليمين. on the right او on your right.
on the left او on your left. يبقى قبل الاتجاهات اليمين او اليسار دايما بجيب on، دايما بجيب ايه؟ on. كلمة floor دايما بجيب قبلها on. يبقى هنا on the left on the right. في expressions معينة نخلي بالنا منها. اقول لك ايه؟ on my way to school I met my friend. انا قابلت صديقي on my way to school، في طريقي الى المدرسة. ما ينفعش in، ما ينفعش at. ده expression. يعني ايه expression؟ يعني تعبير يتحفظ زي ما هو. on our way to، on my way to، في طريقنا الى او في طريقي الى. عندي هنا on the way to، في الطريق الى، دايما بجيب on. خلي بالك اقولك open your books on page 20، ده expression يعني افتح كتابك on page 20، يبقى لازم بجيب قبلها on. في عندي بقى expressions تانية نخلي بالنا منها. لما اقول النار ايه، اما اقول مثلا المنزل مشتعل the house is on fire. كلمة on fire يعني مشتعلا فيه النار. معايا؟ ده expression يتحفظ زي ما هو، لازم اجيب on. عندي مثلا on sale، اقول لك ايه؟ يعني ايه on sale؟ يعني عليه مزاد او للبيع، on sale. معايا؟ دي بكل حاجة بالنسبة لon اللي هي expressions او للplace. نيجي بقى on قبل التايم. خلي بالنا الدرس ده لازم تحفظه كويس قوي، لانه مش بس مهم عندك في الامتحان، مهم لحياتك بعد كده ان شاء الله لو هتخشوا ثانوي باذن الله. نيجي بقى on before the time، قبل time. عندي هنا time اول حاجه الوقت. انا عارف الوقت كبير جدا، بيبدا من العصر وبعد كده القرن، العصر اللي هو age، القرن اللي هو century، بينزل بعد كده بيبقى year. معايا؟ بعد year بقى هبص عندي month اللي هو الشهر، وانزل تاني لحد ما اوصل لليوم. اليوم ده يا جماعة دايما بجيب قبليها on Sunday، قبل ايام الاسبوع. ايام الاسبوع كلنا حافظينها، Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday، كل دي ايام الاسبوع بجيب قبلها دايما on. بجيب دايما قبلها ايه؟ on. يبقى on قبل اول حاجة تيجي قبل الدايز، الدايز اللي هي الايام. طيب ممكن يجي يعبر لي عن اليوم بطريقة مختلفة، بدل ما يقول يوم السبت، لا هيقول لك يوم 21 يناير او 21 يونيو. خلي بالنا June 21st. هنا اقصد الشهر ولا الداي؟ لا هنا اقصد الداي، لان اداني تاريخ يوم 21 يناير او 21 يونيو. 21 يونيو ما اقصدش شهر يونيو، انا اقصد اليوم. بيبقى on، هتبقى on. طب في بعض الاكسبريشنز او بعض الدول بتاخد مثلا الشهر الاول وبعد كده تحط الايه؟ اليوم. وبعض الدول بتاخد العكس، بتحط اليوم الاول وبعد كده الشهر. يعني ايه؟ يعني جون 21st بجيب قبلها on 21 يونيو. طب لو قال لي 21st of June برضو بجيب قبلها on، بجيب قبلها on. يبقى عندي هنا الداي ممكن اعبر عنه بالاسم الصريح Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday and so on، او ان انا بكتبه في التاريخ 21 يناير 21 فبراير. معايا؟ اقصد اليوم بجيب قبلها on. برضو بعبر عن اليوم بطريقة مختلفة، ان انا اجيب الشهر الاول وبعد كده التاريخ الرقم، او بجيب الرقم وبعد كده الشهر. كله برضو ده بيبقى داي. خلي بالكم زي فبراير 2nd، يعني الثاني من فبراير، من فبراير بجيب قبلها on. هي لو قلت 2nd of فبراير بجيب قبلها on. طيب انا دلوقتي عرفت ان on دايما بتيجي قبل الدايز، on بتيجي قبل الايه؟ الدايز. وطريقة التعبير عن الداي عن الايام بطرق مختلفة، يجيب اسم اليوم، يجيب بجيب رقم الرقم بتاعه في الشهر كده. تمام؟ اجي اخش على حاجة تانية. لو قال لي Sunday morning Sunday morning يعني صباح يوم الحد، طالما فترة واقصد بيها فترة بتاعت اليوم بجيب on. السؤال ده دايما بيجي في الامتحان، هنا بجيب on. on Sunday morning on Tuesday evening on Tuesday evening. ايه ده؟ لحظة يا جماعة، انا خدت morning في الاول، the morning الجزء بتاع اليوم، قلت the morning، هنا بجيب قبليها
ان، بيجيب قبلها ايه؟ ان. لكن خلي بالنا عشان دي ممكن تلخبط الناس. لو قلت مثلا Sunday morning، Sunday جبت سبت اليوم، يبقى لازم اجيب اون. عندي Tuesday evening احط ان ولا اون؟ انا متلخبط. جبت سبت اليوم بحط دايما اون، لكن انا ما جبت سبت اليوم فوق. The morning يبقى ان، The evening يبقى ان، The afternoon يبقى ان. طب هقول Saturday morning، جبت سبت اليوم يبقى on. Sunday afternoon on. عندي مثلا Tuesday evening هيبقى on. كده تمام؟ ده بالنسبة للدايز. خش بقى على مرحلة تانية. ايه هي؟ قبل الاوكيجنز. اوكيجنز اللي هي المناسبات. المناسبات عندنا في مصر معروفة. احلى مناسبة عندنا المادرز داي، صح؟ مادرز داي يعني يوم عيد الام، اقصد الداي، صح؟ الداي هنا هتبقى قبلها اون، هتبقى قبلها ايه؟ اون. في برضو مناسبة كلنا بنستناها مثلا اللي هي راس السنة، بقول كريسماس داي، كريسماس داي. ايه دي؟ دي مناسبة دايما بجيب قبلها اون. طبعا مفيش احسن من مناسبة عيد الميلاد، اون ماي بيرث داي، يعني يوم عيد ميلادي بجيب ايه؟ اون. عندي هوليداي، كلنا بنحب الاجازة ودي مناسبة جميلة، بجيب قبلها اون، بجيب قبلها اون. يبقى دلوقتي انا خدت اون يا جماعة قبل التايم، قبل الداي والتعبير عن الداي واجزاء اليوم بس بحط معاها الداي، والمناسبات كلها بجيب قبلها اون. ده كل حاجة بالنسبة لاون. دلوقتي هنيجي للجزء الثالث والاخير بقى في حروف الجر عندنا اللي هو at، اللي هو ايه؟ at. دايما at مختصة يا جماعة بالsmall place، يعني المكان الصغير، او تحديد المكان، او small time، اصغر وحدة زمنية لتحديد الوقت عندنا الاور او الكلوك. معايا؟ طيب اخش دلوقتي الاول على place. قال لي at قبل small places. يعني ايه small places؟ قبل الاماكن الصغيرة، قبل الاماكن الصغيرة. اما الاماكن الكبيرة يا جماعة زي ما قلنا مثلا كايرو ولندن، ده مكان كبير، بجيب قبلها ان. بصوا بقولك ان كايرو، ان ايه؟ كايرو. طيب لو قلت بقى كايرو ايربورت، يعني كايرو ايربورت؟ مطار القاهرة. مطار القاهرة طبعا ده صغير جدا مقارنة بايه؟ بالقاهرة، بكايرو. ساعتها ده مش مكان صغير، small place. بجيب قبلها at، بجيب قبلها at. عرفنا الفرق؟ بصوا هنا at دايما قبل small places، يعني قبل الاماكن الصغيرة. بصوا at Cairo airport، at school في المدرسة، at university في الجامعة، at home، at home يعني فين؟ في المنزل. at 20 Arabi street، يعني ايه 20 Arabi street؟ ده يا جماعة رقم المنزل في الشارع، صح ولا لا؟ او رقم عقار في الشارع. ساعتها لازم اجيب at، لازم اجيب ايه؟ at. ليه؟ لان بتكلم عن small place. يعني بتكلم عن small place، عن مكان صغير. دي حاجة. الحاجة التانية number 2، at بقى بمعنى عند، بتبقى more specification، بتبقى تحديد اكتر. معايا؟ للمكان. at the entrance، يعني ايه the entrance؟ the entrance يعني في المدخل او عند المدخل. at هنا بمعنى عند. at crossroads، عند التقاطع، crossroads اللي هو تقاطع الطرق، at crossroads. at the end of the road، عند نهاية الطريق. معايا؟ بيبقى بحدد المكان قوي، ساعتها بجيب at. at the front desk، في الديسك القداماني، بجيب ايه؟ at. دي كل حاجة بالنسبة ل at، بالنسبة لل place. لكن ابص على التايم بقى. التايم at بالنسبة للتايم يبقى لازم يكون وقت ايه؟ صغير. خلي بالنا، خلي بالنا لما اقول ايه؟ at noon. at noon يعني فين؟ في الظهر. ايه ده؟ هو ده مش جزء من اجزاء اليوم؟ لو قلت the afternoon، خلي بالنا لو قلت the afternoon، the afternoon بجيب the و afternoon ساعتها بجيب in، بجيب ايه؟
ان. لكن انا شلت افتر، شلت دي افتر وقلت نون بس عند الظهيره. في الوقت ده لازم اجيب ايه؟ ات. لازم اجيب ايه؟ ات. زيها عندي نايت، دايما نايت بيقول ات نايت، في المساء ات نايت او بالليل. ميد داي، نخلي بالنا اي ميد، ميد يعني منتصف، منتصف النهار بيبقى الساعة 12 صح؟ يبقى بتكلم عن وقت صغير جدا، ساعتها بجيب ات، بجيب ايه؟ ات. ميد نايت، منتصف الليل بيبقى الساعة 12 معايا؟ وقت صغير، ساعتها بجيب ايه؟ ات. طب نخلي بالنا كلمة سان رايز وسان سيت، سان يعني الشمس، سان رايز شروق الشمس. ربنا سبحانه وتعالى بيسر الكون كله بوقت دقيق جدا جدا. لما اقول سان رايز يعني شروق الشمس، الشمس كل يوم لازم تطلع في وقت معين، اذا كان صيف بيتغير عن الايه؟ عن الشتاء، بس ليه ميعاد ايه محسوب. قالي سان رايز يبقى بجيب ات. سان سيت غروب الشمس، الشمس بتغرب في وقت معين خلاص، في ثانيه معينه. هنا دلوقتي بجيب ايه؟ ات، عشان ده وقت دقيق جدا، ساعتها بجيب ايه؟ ات. نيجي نتكلم عن الكلوك، الكلوك اللي هي الساعه خلاص، الاور اللي هي الساعه الزمنيه، بعبر عنها بقول 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock. There are many ways to express the time، في اساليب كتيره جدا عشان اعبر عن الوقت. زي اقول لك ايه؟ اي تعبير to express the clock، بعبر فيه عن الوقت، عن الساعة، بجيب at. بجيب ايه؟ at. يعني اقول مثلا at 2 o'clock، at 2 o'clock يعني الساعة كام؟ الساعة 2 معايا؟ اقول لك at half past 1، half past 1 يعني الساعة كام؟ واحدة ونص، مش ده expression عن التايم؟ اه، بجيب at. at 10:30 يعني 10 وكام؟ 10 ونص، بجيب at. at quarter past 1 يعني واحدة وربع، ات، بجيب ات، لان ده اسلوب للتعبير عن الساعة. اي تعبير عن الساعة بجيب ات معايا. ده بالنسبة لنمبر 2. في بقى في حاجات انا عايزك تكتبها معاك، تحطها وتذاكرها كويس قوي. ليه بقى؟ اصل دي اكسبريشن ات ذا مومنت. ذا مومنت دي لازم اجيب قبلها ات، يعني في هذه اللحظة. في الجرامر لما نيجي نشرح present continuous، اول ما بشوف at the moment بستخدم present continuous اللي هو المضارع المستمر، لازم اجيب am او is او are والverb i n g. ساعتها دلوقتي the moment لازم اجيب قبلها at. خلي بالنا at present في الوقت الحاضر. انا قلت قبل كده لو قلت the present، the present، لما جبت كلمة the يبقى لازم اجيب in، لازم اجيب ايه؟ ان. شلت ذا يبقى هقول ات بريزنت، ات بريزنت. الملاحظات دي دقيقه جدا وتبقى مواطن اسئله، خلي بالكم منها. ذا ويك اند بجيب قبلها ات، بريك بجيب قبلها ات. ايه ده؟ قال لي دي بقى دي اكسبريشن ثابت، زي في حاجات احنا درسناها قبل كده بيجي معاها اون معايا، زي اون فاير دايما مشتعل به النار، بقول اون فاير، اون سيل، اوكي. لكن هنا ذا ويك اند at the weekend، break at the break او at break. كده خلصنا كل حاجه بتتعلق بان وان وات، وده كان اهم موضوع جرامر يا جماعه في يونت A1. اتمنى يكون الجميع ان شاء الله استفاد باذن الله. على لقاء اخر باذن الله رب العالمين. Thank you and goodbye.